والجميع تلقى هذا المنطوق باستغراب شديد. حضرت معنا ليلة البارحة لأطوار المحاكمة الماراثونية اللي امتدت إلى حوالي منتصف الليل، واللي يعني خلالها أفضى الفاعلين الأصليين في جريمة القتل، بما مفاده أن مؤازري يعني بريء من التهمة التي حكم من أجلها، والتي هي جناية المشاركة في القتل العمد ضد أحد الأصول. إحنا بعد شيء نعود يعني نعود الوقائع ديال المحاكمة أو ديال أطوار المحاكمة. حضرت لها وعاينت يعني المجريات ديال المحاكمة. غادي نقول بإيجاز بأن هذا الحكم هذا ما كناش كنتظروه للأسباب التالية. أولا، براءة مؤازري يعني ظاهرة أو واضحة، وضوح الشمس في رابعة النهار، الكون إقرار والإقرارات صادرة عن الفاعلين الأصليين في جريمة القتل العمد، بخصوص أقول بخصوص تحريض مؤازري لهم على الإتيان على الفعل الجرمي الشنيع الذي ذهب ضحيته والده بالفيلا اللي كيملكها في منطقة أو في المنتجع السياحي بكابو نيغرو نواحي تطوان. يعني أفضوا بتصريحات أو إقرارات أمام هيئة الحكم يعني تفيد أن مؤازري لم يقم البتة على تحريضهم على هذا الفعل. أما فيما عدا ذلك من مناقشة يعني الجرائم التي تُوبعوا من أجلها هم كفاعلين أصليين، أنا أتحفظ عن الخوض فيها يعني احتراما لحقوق الدفاع، والتي يتولاها زملائي بهئة تطوان أو زملائي الذين يعني يؤازرون هؤلاء المتهمين أو باقي الأطراف، كل حسب مركزه القانوني في القضية. بالنسبة للطلبات والدفوع الشكلية وأوجه الدفاع في الموضوع الرئيسية اللي تقدمنا بها، كان سبق لنا وتقدمنا بواحد طلب أولي بشأن استدعاء شهود اللائحة والمصرحين. المحكمة ارتأت ألا تستجيب له. تقدمنا كذلك بواحد الدفع الشكلي في إطار المواد 244 323 و751 من قانون المسطرة الجنائية. المحكمة كانت قررت ضم هذا الدفع الشكلي للجوهر. بالنسبة لأوجه دفاعنا في الموضوع، كانت تتلخص في انتفاء العناصر التكوينية لجناية المشاركة في القتل العمد مع سبق الإسرار والترصد ضد أحد الأصول، لانتفاء أركان هذه الجناية المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادتين 129 و396 من القانون الجنائي المغربي، لا سيما أمام الإقرارات الصادرة عن الفاعلين الأصليين، يعني وهي إقرارات قضائية أفضوا بها أمام هيئة الحكم، كون مؤازري لم يعمد إلى تحريضهما على هذه الجناية. اليوم صرحنا بالاستئناف ضد نفس الحكم، ويعني نعقد الأمل على الغرفة الجنائية الاستئنافية لإنصافنا يعني وفقا للقانون. وشكرا.